مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بروح رياضيه عبر الان بي ان. اختتم الدوري اللبناني لكره القدم ومسابقه كاس لبنان، وبالتالي اصدر الستار عن موسم 2021-2022 لكره القدم، وبدا الاستعداد للصيف ومرحله موسم 2022-2023. واصدر الاتحاد اللبناني لكره القدم نظاما جديدا سيعمل به مع انطلاق الدوري العام، ولن يكون لن تكون العودة إلى الدوري المنتظم، إنما هناك دوري بصيغة جديدة سنتحدث عنها بهذه الحلقة، بالإضافة إلى تقييم الدوري اللبناني، سوق الانتقالات، مشاركة الأندية اللبنانية في الخارج خاصة في كأس الاتحاد الآسيوي، وأيضا صفحة عالمية مع ضيفي من العاصمة العمانية مسقط الدكتور محمد صعب. دكتور محمد مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا ببروح رياضية. مساء الخير أستاذ مازن، مساء الخير لك ولكل العاملين بهالبرنامج، مساء الخير للمشاهدين الكرام. الاتحاد اللبناني لكرة القدم وضع نظاما جديدا سنتحدث عنه بعد قليل، ولكن خلينا أعرف منك تقييم عام للدوري الذي توج به نادي العهد، كيف يعني تقيم المستوى العام بالإضافة إلى الأحداث التي جرت خلال هذا الدوري؟ على غير العادي كان السنة الموسم بيختلف عن نظرائه من المواسم السابقة، صار كتير يعني إذا صح التعبير كتير أكشن خلال الموسم، صار شد وجذب، صار هبوط وطلوع، يعني هبوط ونزول كثير من مستويات اللاعبين، الأندية، الملاعب. بدأنا الموسم فينا نقول على ملعب واحد، يعني هو ملعب جوني اللي جاهز كان، أما بقية الملاعب فيك تقول هي كانت ملاعب رديفة. طبعا هالشيء أثر كثير على أداء الفرق، على تحضيراتها، بالاضافه يعني للمشكله الاساسيه، المشكله الماليه واللي كان عمرو فيها البلد. كانت المنافسه محتدمه بين النجمي والعهد لحد ما اتخذ رئيس نادي النجمي القرار اللي اذا صح التعبير بنقول عنه قرار مشؤوم. منذ هذيك اللحظه وبعد صدور الاستئناف والاتحاد ومشاكل ما راح نفوت كثير بالامارات، خلص بلحظتها كان صار فينا نبارك للعهد نحن بإحرازه بالدوري. الأنصار جلس شوي بعد قدوم مدرب عبد الله أبو جمع، طبعا مع بعض التعديلات بالتشكيلي وبعض الاستخدامات الجديدة خلال الفترة الشتوية، والأجنبي المدلبات على الأجنبي اللي استخدموه بالدورة السداسية حسن كثير الموضوع. المفاجأة الحلوة كان نادي البرج يلي بقي عم بيصارع يعني الى حد مقبول لاخر المباريات على كاس الدوري، تعرف العمق الدفاعي، عمق الفريق اللي عنده والقدره، ما بيقدر يعني ينافس فريق مثل العاهد، وبالاخر الانصار قدر يعمل مركز ثاني. وكمان لفت النظر كمان نادي شباب البرج اللي قدروا يعملوا السلسله الاوائل، وكمان استفادوا يعني اذا هبت الياكه فاحتلمها، استفادوا من المشكلة الإدارية اللي صارت مع نادي النجمة، والفريقين بقيوا بالثلاثية بعد ما في الآخر مثل ما شفنا أنه تم دمجه أو انسحاب شيء بالإدارة، خلينا الفرصة والتعازي لأخو صديق الكابتن بوفاة المرحومة أمه، وكمان عازي لنادي النجم لكل كرة القدم اللبنانية، وفاة رئيس نادي النجم السابق رئيس دعوه الله يرحمه. بالعودة إلى المستويات الدوري اللبناني، فريق العهد أتيها بأقلها، أتيها بأقلها ضد الدوري بأقل الإمكانيات اللي عنده. هلا المفروض يكون في تحضير جديد يفيد منا على قدر ما هو مستطاع، يعني اجانب كثير مهمه،
التباين بين اللاعبين بالفرق كثير مهم. الصفات يلي حسب عهد نفسيا وفعليا استقبال مطار نجمي بسنة فلم في كانت ممتازة إداريا وفنيا عبر الوكيل عبد الأستاذ علي ماجد. تحركات الإدارة الفنية اللي عم يكون موسم إلى حد أفضل من موسم. نظام الدوري الجهل رح نحكي عنه كمان أشياء في تغييرات بالموسم المقبل إن شاء الله، بس بشكل عام موسم هذا الموسم ما كان على قدر، صار في كثير توقفات عشان شركة المنتخب، صار في كثير مشاكل إدارية وفنية، صار في محاكم، يعني صار مثل ما بيقولوا باللبناني صار نخلص من الموسم، قلل جهاز نادي العهد، يكفي من نادي العهد خارج التجربات يعني. فشو ما عم بيصير بين النجمي والانصار العهد واخذها خارج نطاق الفريق، ما خص الفريق فيه، بحسب انه جهزوا حالهم وطفوها ومره جديده عند الفريق لهم. طيب حرجع احكي معك دكتور بموضوع يتعلق بنادي العهد والمشاركات المقبله لهذا النادي، ولكن خلينا نحكي عن النظام. اليوم الاتحاد اللبناني لكره القدم بالحلقه الماضيه تساءلنا انا والضيف الاستاذ ابراهيم شبلي عن كيف سيكون شكل الدوري الموسم المقبل. الاتحاد اللبناني لكرة القدم خرج بنظام يعتمد على مرحلة ذهب واحدة من 11 مباراة، ثم سداسية بسداسية، سداسية صعود وسداسية البطولة وسداسية للهبوط، ولكنه اعتمد أيضا على النصف نقطة، يعني الأندية التي تتأهل إلى السداسية عدد النقاط الذي بتجمعها حتاخذ نص النقاط مش العدد الكامل، واللي بيطلع له نص نقطة كاملة. بهذا الشكل عم بيقول الاتحاد اللبناني لكرة القدم انه ممكن يراقب المباريات بشكل افضل، يمنع التلاعب، بالاضافة الى ذلك يزيد المنافسة وهو الهدف الاساسي لهذا النظام. كيف شفت النظام دكتور محمد؟ وهل برأيك سيكون الدوري المقبل في حال تم تطبيق هذا النظام فيه منافسة اكثر؟ هل ممكن أن نشهد منافسة حتى اللحظات الأخيرة بين ثلاث أندية مثلا؟ أستاذ مازن، أولا يعني تعقيبا على عذر الاتحاد أنه يتم مراقبة النتائج أكثر، هي عدم التلاعب والمراهنات هي من الأمور المسلمة الممنوعة، يجب أن تطبق، هي تطبق تحت أي قانون داخلي بالاتحاد. إن شاء الله. هو السؤال أيضا إذا بيقدروا هن كمان، إذا بيقدروا يمنعوا هيدا الشيء، في صعوبة دكتور بعتقد، يعني حتى لو شو ما كان النظام. هلا بنحكي عنهم شوي. هو أستاذ مازن المنطق يقول يمنع الموضوع، يعني تحت أي نظام، تحت أي يعني شكل للدوري، هذا الموضوع مفروض يعني يكون خارج النقاش. بس أنت بتعرف للأسف نحن عندنا بكرة مراهنات وبؤرة فساد تطال من الرأس الأكبر إلى الرأس الأصغر، اللهم إلا من رحم ربي يعني. فموضوع المراهنات حاطه الاتحاد من أحد الأمور يعني المعضلات اللي بده يعالجها. هل بيقدر يراقبها؟ والله للأسف مش بإيد الاتحاد يراقبها كثير، يعني لأن إحنا عارفين إنه الأمور بتصير طاولة. وكمان القانون اللبناني بما انه هي مراهنات كرويه لا تخضع للقضاء المدني، فمن امن العقوبه من اساء الادب؟ طالما عارف ان كان اللاعب ولا ان كان المدرب ولا كان الاعلامي ولا كان حدا موظف، وما كان اي حدا له شان يدخل بالشان الرياضي، امن عقوبه الحبس فاساء الادب، فبروح عتبي براهن لانه مش عارف، يعني عارف مش هتوصل لشيء. فهيدي انت عم تحكي بالشق اللي له علاقه ب انت عم تحكي بالشق اللي له علاقه بموضوع التلاعب ولا عدم التلاعب، بس انا خليني اروح معك لموضوع المنافسه. هل بهيك نظام 100% تضمن منافسه اعلى؟ رح نحكي هلا على المنافسه. هي المنافسه تقريبا واضحه، يعني هالمره البرج كسر شوي المنافسه. عاده المنافسه حتكون ثلاثيه بين العهد والانصار والنجمي، مع يعني بلا ترتيب اولويات. شو ما كان النظام رح تكون منافسه بين العهد والانصار والنجمي. هلا بتفرق شغله واحده بس، انه ممكن تكون منافسه مثلا، فلنفترض الانصار او العهد او النجم تصدر ب 32 نقطه، والفريق الثاني معه 29 نقطه، 32 نص 16، 29 نص 15. هون بتفرق، هاي النقطه بتفرق.
هون بده الواحد يفرق الفريق بال الذهاب مرحله الذهاب قد ما في يحصل نقاط في هاي النص نص نقطه تدويرها للاعلى بتفرق كثير. النجم عم بجهز حاله الانصار انا عندي معلومات واضحه يعني وطبيعي عادي كل الناس تعرفها في فيني اقولها هلا انه جهز فريق كثير عنه قنبله الجاي طلع بجامعة مثل ما هو راح يصرف لاعبين جارب على مستوى ثاني فحيكون فريق انصار تم الموسم الجاي لعهد ثاني عن تعريف يتجهز النجمي على ما يبدو عم يسعى لاكمال وقوفه على درجة ندم طب العديد عشان نتكلم صفا يعني من نادي صفا اليوم كاب رئيس جديد مع الكابتن يوسف الجوهري مع بعض الفريقين اللي تشوف ممكن يكون طان اسود ممكن ياثر على فيش البطوله مش بس كمان بيعمل صفقات ما بعتقد الفرق اللي يقدر ينافس على البطوله هلا شو كان عنده وفاة الله عليه صار في كثير داون ما بعتقد كان ينافسه حتى في محصوره بين النجم صار عهد وبعض الفرق ممكن تشكسهم وعدت فرق أكثر عليهم كثير النظام يعني النظام له سيئاته وله فموضوع المنافسة على ما يبدو انه محصور بس يعني لا شك بانه يعني لا شك انه صعب انه يصير في حكم على هذا النظام قبل ما نشوفه على ارض الملعب عم بيطبق لحد ما يقدر يعطينا صورة اكبر عن شكل النظام يعني او شكل المنافسة خاصة وانه نقطة هامة دكتور ما حكينا فيها عودة اللاعبين الأجانب إلى الدوري من جديد قد إيه حتعطيه دافع إيجابي لهذا الدوري؟ أنا برجع بحكي عودة الأجانب بتضر بالأندية اللي ما عندهاش إمكانيات مالية كبيرة بس نعم. خلينا نحكيها بكل 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 جرأة أستاذ مازن يعني المستوى كان سيء جدا بغياب الأجانب طبعا استاذ مازن يلي معوش ما يلزموش انا فلنفترض رئيس نادي مش قادر احط $100,000 على سنويا على اجانب بروح بفتح دكاني مش ضروري اعمل رئيس نادي يعني هل اعتراض انه والله النادي الانديه الكبيره الانديه الكبيره يعني ممولها شخص رئيس واحد هو نعم. فاضافه الاجانب اللي عندنا كثير مهمه ودفعنا ثمنها كثير الموسم الماضي فكمان بتعمل شرخ كثير كبير بين الانديه بوجود الاجانب طبعا نحن عارفين العهد والانصار والساحل والنجم والبرج يعني وبعض الفرق الدينية يدفعوا مبلغ وقدره على الاجانب حيعمل كمان شرخ كبير بين فرق عندها قدره ماديه هذا العالم استاذ مازن هذا العالم الفرق بين مانشستر سيتي وبين برنتفورد مثلا هذيك قاعدين يجيبوا لاعبين هذيك لا فهذا الامر هذا امر مسلم يعني ما عادش ينهرب منه صار واقع عايشينه طيب دكتور بالنسبه للمشاركات الخارجيه شو سبب هذه المشاركه الهزيله لبطل لبنان نادي الانصار يعني هو كان مشارك كبطل عن لبنان وايضا لنادي النجمه بمجموعاتهم والمفاجاه الاكبر كان نادي الانصار يلي كان متوقع منه انه يكون ادائه افضل من هيك بمجموعته احكي هيك انا بثقبت انه خلينا اول شيء بلش بالنجمه لانه شويه الانصار كنت انا معهم بمسقط ومتابع الامور النجمه كانت يعني مثل ما بيقولوا اللقمه وصلت على التم ما توفقوا باخر مباراه ما عرفنا شو صار مع انه كانت الامور ماشيه معهم وعندهم بالتواعي تعاونوا مع كابتن طارق جرايا انه عمل معهم قبل بطوله عربيه فكانوا جاهزين احنا كنا نتمنى الموضوع فينا نقول نجمه باللحظات الاخيره خسر الانصار لما وصلوا على مسقط المباراه مع العرب الكويتي رغم الملايين الدولارات المحطوطه على الكويت والكويت عفوا رغم ملايين الدولارات المحطوطه المدفوعه على الفريق قدر يطلعوا واحد انا كنت موجود بالملعب وشفت حيثيات المباراه كان قادر الانصار يشتف هدف يتصدر على مباراه نادي جبله المباراه الثانيه بدليل كانوا جبله اقوى بكثير كانوا كمان الانصار قادرين يخطفوا يعني قادرين يخطفوا المباراه بهدف بس ما توفقوا كان نتيجه لان استاذ مازن ما كان في اجنبي راس حربي فنيا يمكن قادر يربح الأخيرة فيك تقول خلص باللاوعي الانصار صاروا طالعين والنادي كثير كان نادي المستضيف ليش بتطلع لهون مثل عن حسن معقول لما اجى على مسقط
بيقول لهم المدرب ولا مدير بيقول طب ليك الملاعب شو حلوه هون، على الاقل بلعب ما بخاف انصاب، بلعب وما بخاف احس بالاصابه. بعض اللاعبين يقولوا للمدرب لمساعد المدرب وللمدير النادي ولكل العالم قادرين نتمرن ساعه ونص زياده، مع العلم درجه الحراره لما كان الانصار هون قاربت ال 50 بنقدر نتمرن ساعه ونص زياده لانه ارض الملعب منيح وحده. هذه واحدة من العوامل ولكن عامل أساسي نحن دائما من النادي فيه له علاقة بأرضية الملاعب وغياب التجهيزات، ملاعب العشبية الطبيعية بالاستغناء عن الملاعب العشبية الاصطناعية، هذا بتأثر على اللاعبين، هذا بتأثر على نفسية اللاعبين، هذا بتطور الفوتبول اللي عندك داخل البلد. هذه أساس يعني بعالم كرة القدم، إذا بندخل الفيزياء مع كرة القدم أو الرياضيات مع كرة القدم، أنت بتعرف يعني الناس اللي دارسين كرة القدم، الكرة بتتحرك على العشب الطبيعي أسرع من العشب الاصطناعي، فالمهاجم اللي عندك بيرتاح أكثر، اللاعب الوسطي بيرتاح أكثر، على الأقل على الأقل الفورس اللي عم بيحطه على الكرة أسهل بيحطه على الاصطناعي. وأيضا الريكفري ما بعد المباراة، الريكفري ما بعد المباراة أسهل لما كنا عم تلعب على عشب اصطناعي غير لما كنا عم تلعب على عشب طبيعي. الركب ما بتتحمل عشب طبيعي، يعني الشباب الله يعطيهم الف عافيه الشباب، يعني تخيل كانوا جايين ياخذوا شوزات خاصه بالاعشاب الطبيعيه اللي هون، يعني هل ملاعب كارثي عندنا كارثيا الملاعب، هذه واحده منهم. الموضوع الثاني كمان استاذ مازن، لما لاعب نحكي عن مثلا عن الانصار او عن النجمه، في لاعب 25 لاعب بعثه النادي على للخارج، خمسه منهم او سبعه منهم كحد اقصى بالمنتخب، عندك 15 لاعب ما عم يلعب بالدوري، لعب بمقدم 16 ل17 مباراة على مدى 9 اشهر، بتلعبوا مباراتين بالشهر، مباراتين بالشهر شو الضغط اللي عم تعمله؟ شو هي العوامل الخمسة للياقة البدنية اللي اللاعب عم يقدر ينميها؟ كمان قلة المباريات كمان شيء كثير مهم، وبعدين اللعب الثاني يعني موضوع المالية بديش خبرك أنت أدرك الموضوع، في كثير أمور أثرت على أهم في عدم وجود لاعب الأجنبي اللي قادر ينضم على الفريق. هذا الشيء لمسته بوجود الملعب مباراة الجبل السوري والأنصار اللبناني، إضاعة أكثر من 7 فرص الأنصار، وفي نص مهاجم أجنبي هداف الأنصار اللي عم تلعب بالدور الثاني. نحن ما عندنا مقومات، والحق الأنصار ولا عن النجمي، الحق على البلد، على لبنان، على الهيكليه، على كل شيء، على لاعبنا، على دورينا، على كل شيء. انا عبرت يعني تعبنا من الحكي دكتور تعبنا من هذا الحكي، يعني صار مثل عم نعيد اللي عم نكرر المكرر، صرنا بكل حلقه للاسف حلقه دائريه استاذ مازن فقط لغير. طيب شو رايك ب 100% الانتقالات؟ سوق الانتقالات طبعا لم ينتهي بعد سوق الانتقالات، انما الابرز كان انتقال محمود سبليني من النجمة إلى العهد. ليش مش المشكلة بانتقال، يعني يحق لأي لاعب الانتقال إلى أي فريق من هيدا القضية، إنما القضية هي خلفيات هذا الانتقال يلي إلها علاقة بخلافات بين رئيس نادي النجمة ورئيس نادي العهد، وتصفية حسابات انتهت بانتقال السبليني إلى العهد، وهذا ما قاله رئيس نادي العهد، أنا مش عم بخترع من عندي. شو رأيك بالانتقال بهذه الطريقة أستاذ مازن؟ أنت بتعرف أنه هيدي الأمور البدية موجودة بكل الفرق العالم، وإحنا بلبنان شوي طايفي على السطح، يعني لما يطلع قبل تصريح رئيس نادي النجم يا ما راح ياخذوا المعتوب، ما راح ياخذوا مطر، ما راح ياخذوا، بتركب براسه الرئيس الثاني، بنحكيها يعني بالعربي اللي مشبرع، اذا اخذ لاعب اذا مش بحاجه له فنيا بس ليكسر كلمه راسه ليفرج انه انا قادر. نحن عارفين انه الرئيس اسعد سقال، استاذ نبيل بدر، والرئيس كمان تميم سليمان، هن اللي عم يصرفوا على الكرة، يعني هن عم يدفعوا فلوس. فموضوع بتصير إذا بدك تقول تنفيذ كلام، هذا رقم واحد. أما الموضوع الثاني، أنت عارف العهد قادر يجيب أي لاعب أجنبي يغطي مركز الحرب مع محل السبليني. أنا بدي يعني أعود على ذكر ما ذكره الرئيس أبو جاسم، يعني لما قال ليناها بالسبليني، ومثل ما ذكر عن حلاوي، طيب فالنقطة الأهلة بحرب أستاذ مازن، فقط نادي بلبنان يعطي نادي منافس لعب كرة قدم يساعده، نجمي طبيعي ما يعطي العهد، والعهد طبيعي الأنصار، والأنصار طبيعي الأمور هذه الثلاثية طبيعي ما يعطوا بعض. لما
انت عارف انه انت تعطي لاعب منافس هداف دوري عندك بصرف النظر عن الانتقادات يلي صارت مع حميد السمليري، هداف نادي النجمه نقطه على السطر، هو ما كانت تهديف النجمه بصرف النظر عن اي انتقاد لمستواه. انت عارف انه في ناس ناطرينك ورا المفرق، ناطرينك بقانون بحق يعني بآليه عمل واضحه، سقطه اداريه لنادي النجمه، عدم تفكير عقد محمود السبليني. يعني العقد اصلا في اخذ ورد بموضوع العقد، لانه ما في حقيقه كامله بهذا يعني العقد يا دكتور. لم يعني نحصل على الحقيقه الكامله ولن نحصل على الحقيقه الكامله. لم ولن. انت بلبنان تذكر، انت بلبنان بالدوري اللبناني، انا عم خليني احكي عن السقطه الاداريه من رئيس النادي لمدير النادي، مش مدير الفريق، من رئيس النادي لمدير النادي لمحامي النادي، واستغل وكيل اعمال اللاعب رجل نحن حاليا في زمن يحكمه المال استرمازا، ميسي ترك برشلونه، ما انه نحن في زمن انا منه علي كذا، برغم عدم معرفتي الشخصيه محمود السبليني، اي حدا بيصحح انه يروح يسترزق بهالفتره ما حدا بيقول لا. بالنهايه سبليني عنده عائله وبده يسال عنا، ليش بده يروح على عرض؟ انا صح لي عرضتين، هو باخر ايام عمره 3 4 سنين بيخلص. فهي سقطه اداريه من النجمه كسب العهد. هلا اندرو سوايا المخبوط انه كان في سقطه سبليني غطت عليه فنيا، قديش العهد بحاجه للسبليني؟ هون بدك تشوف مين هو عمق الهجومي عند العهد. إذا كان يمكن عندك يرجع احمد العكايشي، لانه عم ينحكى بنقطه انه ممكن ايضا الاستعانه باحمد العكايشي مره جديده. هلا احمد العكايشي حاليا خلص عقده صاحبه 31/5 خلص عقده، وكان على اساس يجي على النجمه بالبطوله الاسيويه ويكمل معهم. هلا عقد احمد العكايشي اقل من قبل، اول ما اجى العكايشي كان عامل ضجه عند لبنان على نص موسم كان 400,000 دولار. هلا عقده اعتقد يعني بالحسابات اذا بتحسبها 150,000-170,000 حسب الطلبات اللي بدنا اياها. فموضوع سهل يعني بالنسبه للي يعني جاب، ممكن يبقى معهم. هون بدك تشوف اذا كان موجود ابيع، اذا كان موجود اللاعبين الصغار العهد، اذا ما موجود العكايشي ولاعب ممكن اجنبي ثالث سادس سنين، هون يعني مش رح يكون مركزه مضمون، رح يكون بمنافسه قويه. هلا وبالتالي ممكن يكون تشوف، ممكن بتشوف السبليني اقرب لتتم اعارته الى احد الانديه اللبنانيه من قبل العهد. هلا انا مش انا صاحب القرار طبعا، تحليلك ما في قرار هلا اصلا، ولا انا صح ولا انا امي رايي على تميم سليمان، بس ابو جاسم اكبر من انه يحط السبليني بهيك موقف محرج جدا. اصغر تعرف لبنان بيحكم الفيسبوك، اصغر لبنان بيحكم الفيسبوك ها؟ لبنان الرياضي بيحكموا فيسبوك باسكت ولا سياسيا ما قاليش فيه. انا لبنان القسم الرياضي اللي بيحكموا الفيسبوك، كنا عم نشوف شو عم بيصير على الفيسبوك بموضوع جمهور النجمه، وكنا عم نشوف شو عم بيصير بموضوع الباسكت والرياضي والى اخره. فتخيل انت انه محمود السبليني تم اعارته، شو ممكن تكون رده الفعل ومحمود من الناشطين على الفيسبوك؟ وانت بتعرف لبنان ضيق، كل المقالات بتوصل. ما بتوقع انا انه جاسم يزل هالزله الاداريه ويحط مع محمود سمليني بهذا الموقف، لانه يعتبر سمليني هو السلاح الذي تابع هزيمه النجمه في نادي العقد. هي بتعرف الحرب سجاد وحرب مشروعه كرويا يعني. طيب سؤال الاخير قبل ما نطلع على فاصل، شو رايك بخطوه هبوط نادي الصفاء ومن ثم عوده نادي الصفاء وهو انسحاب نادي شباب البرج من الدوري اللبناني؟ طبعا نادي الصفا كان حيرافق سبورتنج الى الدرجه الثانيه، انما بعد انسحاب نادي شباب البرج سيتم دمج الناديين وبالتالي سيبقى نادي الصفا بالدرجه الاولى. رايك بهذه النقطه قبل الفاصل؟ استاذ مازن، بالقانون طالما القانون ماشي ما حد له حق يعترض على شيء، هن يطبقوا القانون. هلا طبق القانون باتفاقات على جنب، نحن كاعلام انا علي فلنفترض انا اعلامي ناقد لاذع، فاذا بده يطلع احكي ليش عملتوا هيك، نحن تحت سقف القانون فنطبق القانون. اذا بدي اخذها من الناحيه الايجابيه، انا الصفا وشباب البرج هن فريقين عملوا فريق واحد، فزاد الامر عند النادي وصار في نشاط انه
يجي رئيس نادي جديد. حتى اذا بدك كمان يعني لو كان في اي جرأة فريق يعني معلش لو طلعت شوي قاسي ناقص فريق من الفرق اللي مش قادره تنافس اللي كان بينا اكثر فيه من الفرق اللي مش قادره تنافس هيك صار في عندك فريقين مدمجين بفريق واحد مع حظ الالقاب الجوهري اتمنى له كل التوفيق بالبطوله الجاي عنده عمق فريق عنده داعم مالي قادر يرجع بالصفه خلينا نقول ب 5 years plan او 3 years plan يقدر رجع الصفا لأندية النخبة فلوس مع الأفكار الموجودة عنده بيمشي هيدي الحسنة منها. هلا الضيعة الثانية أنا لي ولا جمال يا طويل طبق القانون والجميع تحت سقف القانون وسقف التعبير. طيب حنطلع لفاصل دكتور محمد، بعد الفاصل حنكمل حوارنا فيه صفحة عالمية كمان لازم نحكي فيها بعض النقاط، نحكي بكأس العالم ووصوله إلى لبنان ودلالات هذه الخطوة بزيارة لبنان لأربع ساعات فقط. كأس العالم كان بلبنان نهار الأحد الماضي. بعد الفاصل.